حته الاكسل دي اللي خلتنا او دي الاساس ان احنا دلوقتي احنا عملنا يعني تفكير خارج الصندوق ان احنا نجيب حيوانات جديده بدون ما نكلف الدوله حاجه. فبقى عندي زياده في بعض الحيوانات، بقيت اتواصل مع حدائق عالميه من خلال وحده المعلومات وحدائق محليه واقول لهم انا عندي زياده كده وعندي نقص كده وعايز ابدل. فاستغلينا خطة الاكسار دي بنستغلها في البدل، وما كناش نقدر نبدل او نجيب زراف او نجيب سبع بحر او نجيب مش اي نوع من حيوانات الا اذا كان عندنا زيادة في حل. كان عندي قاعدة صلبة ان انا عندي فعلا حيوانات مطلوبة بره مطلوبة. فجبنا الكنجار وجبنا الباكا، ده جميل، حيوان جميل جدا، ممكن حتى تشوفوه برضو، لسه جايبينه في رمضان اللي فات، ده اول مرة يخش في الحديقة دي من عائلة الجمال، لكنه ده خاص بأمريكا اللاتينية، وده له لاما ولا هو جمل، لكنه يعني وفي شبح برضو الصوف الكتير كثيف زي الخرفان، حيوان جميل جدا وأليف وبيقدر يلعب مع الأطفال، حطيناه في منطقة التسلية. جبنا حيوانات، جبنا المهر العربي، جبنا الدب الروسي، هيجي لنا بعد انتظام الطيران ثلاثة زرافة، وده هيبقى إنجاز كبير جدا، إنجاز كبير جدا، هينزل ثلاث زرافات مرة واحدة إن شاء الله بدون تكلفة للدولة. يعني ثلاث زرافات ده حاجة خيالية، هيجوا إن شاء الله، وطلعت الموافقة الاستيرادية بتاعتهم فعلا، هيجوا من جنوب أفريقيا، هيجي سبع بحر من الصين، جاي لنا أربعة، اتنين لهنا واتنين لإسكندرية، فكل ده بدون تكلفة للدولة. يعني إحنا معجزة إن إحنا بندبر حيوانات غالية بهذه القيمة، وده من إيه؟ لأن أنا عندي حيوانات وعندي يعني خطة إكسار اتعملت بقت مغطية الاحتياجات. كمان واحد لما تزعل.